انا كنت اطلع السلامة خليل مش روك اطلع النبي مدير الشباب الرياضه في السويس. سيادتك انا شايف مجموعه كبيره من الشباب لابسين تيشيرتات وبيقوموا باعمال نظافه من الصباح الباكر امام ديوان عام عاصمه السويس. ايه فكره المشروع بالظبط يا سيدي؟ هو فكره المشروع كله تطوعي من شباب الشباب الرياضه بمراكز الشباب. أيوة فهمت. عباره عن نظافه ودهانات وتوعيه. ايوه فهمت. عندنا حوالي 60 شاب وفتاه قايمين بالمشروع دون، كنا بادئين بيه في حي عتاقه. النهارده المرحله الثانيه جايين من السويس، لكن من عتاقه الاعلام بعيد عنها شويه. فاحنا خدنا من مركز شباب عرب المعمل لغايه التوفيقيه ودهانات ونظافه وتوعيه. ده اهم حاجه دول شباب مصر دول. لا